بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. الحمد لله رب العالمين أن بلغنا ليلة التمام وليلة الختام، ونسأل الله أن يكون ختامه مسك بإذن الله تعالى. وفعلا ختامه مسك، لما ولا وهو قرآن ربي، لما ولا وهو أشرف وأعظم ما تكلم به ملك الملوك. إخوتي، الله تكلم بكلام كثير لا عدد له ولا حصر ولا يعلم أيها الإخوة أيها الأكارم العدد إلا الله رب العالمين. صلينا على رسول الله، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا سبحانه وتعالى. ولكن أشرف ما تكلم به الله، أشرف وأعظم وأجمل، وقل ما شئت من المدح ولن تصف ولن تصل إلى الحق المدح، أعظم ما تكلم به الله هو القرآن الكريم. فطوبى لمن كان له حال. القرآن ما هو؟ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين. ما هو القرآن أيها الإخوة؟ وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ما هو القرآن؟ وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. روح القرآن، روح يا إخواننا. إنسان بلا قرآن إنسان بلا روح. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نور القرآن، لكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هل صليتم على رسول الله؟ ما هو القرآن؟ هو الذي قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. اسمع اسمع الآية الجيدة: قل بفضل الله وبرحمته. للقرآن، قل بفضل الله القرآن وبرحمته فبذلك فليفرحوا. الذي حق له ويحق له أن يفرح دايما وأبدا من كان له حال مع القرآن. فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. إنسان بلا قرآن إنسان يا إخواني بلا يا إخواني في الله اتصال، حق الاتصال بينه وبين الله. إذا سمعت القارئ يقرأ فاعلم أن القارئ يتلو. مرة ثانية: إذا سمعت القارئ يقرأ فاعلم أن القارئ يتلو، ولكن المتكلم هو الله. صليتم على رسول الله. ما هو القرآن أيها الإخوة الأكارم؟ هو الذي قال فيه مولانا تبارك تعالى، تبارك اسمه، أنه تجارة لن تبور. أي مال ينفق على القرآن مال مضمون الربح. أي جهد أي عمر يبذل في القرآن أيها الإخوة عمر محفوظ ومال متراكم في زيادة. قال مولانا: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا و علانية، اسمع، يرجون تجارة لن، شوف كلمة لن دي، لن يا إخواني دي كبيرة جدا في اللغة العربية. إذا دخلت يا باللي وراها مستحيل يحصل، مستحيل. لن دي يا إخواني في الله إذا دخلت في اللغة العربية ما بعدها مستحيل أن يتحقق. أولئك يرجون تجارة لن تبور، لن تخسر، لن تخسر يا أيها الإخوة. قال رسول الله عن القرآن، إنها ليلة القرآن يا إخوة، صليتم على رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. يا أخواني، من هو المرفوع؟ من كان له حال مع القرآن. بل اسمع ماذا قالت أمي عائشة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن الماهر، وتلك رسالتي لك بعد الصلاة على رسول الله. لكن اسمع قبل أن أقول لك الرسالة الأجمل من كلامي، قول أمي عائشة عن رسول الله، قالت: الماهر بالقرآن. يعني الماهر بالقرآن؟ يعني الذي يعرف يقرأ قرآن، يقرأ القرآن جيد، يقرأ القرآن. صليتم على رسول الله؟ مع مين دي؟ مع من يا رسول الله؟ قال: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، مع الملائكة. الماهر بالقرآن
طب والذي يقرأ القرآن يا عم الشيخ؟ أنا على قدي عم الشيخ ده، احنا أخذنا معه أمية على كبر عم الشيخ. لكن ما حرمك النبي محمد؟ قال والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق ما يقرأش؟ قال لك لا. قال له أجران، أجر القراءة وأجر الإيه؟ المشقة والتعتعة. نعم الرب ربنا ورب الكعبة. يقول لك اقرأ كتابي وتعتع، بس لكن لماذا ترضى بالأقل؟ لماذا لم تكن، وهذه رسالتي لك، لماذا ترضى بالأقل؟ لماذا لم تكن مع السفرة الكرام البررة؟ لماذا تكتشف أنك أعجمي؟ أعجمي لا تجيد اللغة العربية حتى، صفحة واحدة من القرآن لا تستطيع أن تقرأها جيد، مع أنها رسالة ربك. يا أخوانا القرآن ده رسالة من ربك. كنا زمان أيها الإخوة لما كان لنا إخوة، يا إخواني مسافرين في أي دولة، إذا وصلت رسالة من أخي كانت أمي تجمع الرسالة كل يوم أو يومين بعد أن وضعتها في مكانها الخاص، في مكانها الخاص تاع أمي يعني، في دولابها، في مش عارف صندوقها، في صندوقها كانت تخرج الرسالة ثم تشم الرسالة وتقبلها وتحضنها ثم تبكي. ليه؟ هي ما رأت الرسالة، إنما هي رأت من؟ ابنها الذي قد تقطع قلبها لرؤيته. فكذلك القرآن ما هو إلا رسالة من ملك الملوك. ماذا فعلت مع الرسالة التي وصلت إليك؟ هل اهتممت بها؟ هل أجدت أن تقرأها جيد؟ الليلة ليلتك إنك تراجع نفسك، لأنك تكتشف نفسك الآن أنك لا تجيد أن تقرأ آية صحيحة أو صفحة صحيحة أو جزءا، خلافا على أنك اكتفيت بما تصلي به 10 صور 15 صورة وخلصت. ولماذا يا أخي؟ لماذا لم تسمع؟ والله وبالله لو لم يقل النبي إلا هذا الفضل كفانا. اسمع، يقال لقارئ القرآن يوم القيامة اللهم اجعلنا منهم ومعهم يا رب. تراجع نفسك الليلة دي، شوف لك واحد يحفظك، واحد يعلمك، انزل لأقرب مسجد عندك، ما تسكتش على نفسك، أنت على خطر، والله على خطر يا حبيبي. اسمع، يقال لقارئ القرآن يوم القيامة أتدري من الذي يقول له؟ إنه ملك الملوك، تعالى اقرأ وارقى وارتقي. ده المين بيكلمك؟ فإن منزلتك عند آخر آية، عند آخر آية. إخوان، وكم من أناس كانوا لهم حال مع القرآن فما حرمهم الملك. قيل أن عمر بن عبد العزيز في آخر لحظات حياته وكان أولاده من حوله ومن خلفه، فلما دخلت الملائكة قال لهم اخرجوا إني قد رأيت وفدا لم أرى في جمالهم ولا في هيئتهم من الجمال. الله الله، قال اخرجوا، سيبوني سيبوني. فخرج الأولاد وتركوا عمر بن عبد العزيز، وما أن خرجوا وأغلقوا الباب إلا وسمعوا قارئا يقرأ داخل الغرفة التي فيها عمر بقول مولانا تبارك وتعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فساد. اختم الآية، اختمها: والعاقبة للمتقين. قيل أن ابن تيمة كان يردد في آخر حياته، آخر حياته، قول الله تبارك وتعالى: إن المتقين في جنات ونهر، في جنات ونهر عند مليك مقتدر ثم مات. عميد كلية الدعوة قال لنا أحد الأساتذة الكبار ونحن في كلية الدعوة عن الدكتور محمد إسماعيل جاد الحق، له صلة بشيخ الأزهر رحمه الله جاد الحق، قال: دخلت عليه زوجته في الثلث الأخير من الليل، وكان يقيم الليل بالقرآن وكان أمامه القرآن، فدخلت زوجته عليه فوجدته قد مات ورأسه مفتوم على دفة المصحف وجبهته عند قول الملك تبارك وتعالى: والسابقون السابقون أولئك المقربون. أخبرك
رجل له فضل علي، وإحنا جايين مصر جديد، أسكننا وأطعمنا وجزاه الله رحمة الله عليه في 97 و98 و99، 4 سنوات بدون أن يأخذ إيجار، صليت مع رسول الله. هذا الرجل لما مات يقول ابن عمه نادى علي قال لي: يا فلان تعال اجلس بجواري اجلس. قال جلس، قال: أسمعني من القرآن، إني أشتهي القرآن، أنا نفسي أسمع قرآن، أسمع قرآن الآن، هل وسمعني؟ وكان هو قد أصيب بالفشل الكلوي، الرجل يعني كان في مرحلة الأخيرة وهو ممدد. قال: أسمعني. قال: من طبعا عايز تسمع ايه؟ قال له: سمعني الصور القصيرة. فيقول ابن عمه وهو قال لي والآن حجة علي إن كانت فيها زيادة أو نقصان. قال: فجلست بجواره، بدأت بالسورة عامة، سورة النبأ، ثم قال لي مرة تاني مش قادر يتحركه لأنه قد افتخت البطن وتملأت أسأل الله أن يشفي جميع مرضى المسلمين يا رب. فقال له كمان، فدخلت على النازعات، قال لي كمان، دخلت على عبسة، قال كمان، تكوير الانفطار، ده بالترتيب بالترتيب، التكوير الانفطار، صليتم على التكوير الانفطار، بعدها المطففين، قال كمان بس بسرعة شوية بسرعة شوية. دخلت على الصورة التي بدأت بها أنا في الصلاة أيها الإخوة، صورة الأعلى، ثم بعد ذلك الغاشية. قال لي بسرعة بالله عليك بسرعة بسرعة أكثر، وبدأ وجهه يستنير مع أن الوجه مستطير، صليتم على رسول الله، بدأ وجهه كأنه يستدير كفلقة قمر وجلال الملك. وقال قال: بدأت أشعر أن وجهه يتغير، وبدأ عليه من الحاجات جميلة. قال له: مالك أنت، أنت حلويت إزاي كده؟ قال: بس كمان شوية. بدأ الصوت ينقطع خلاص، فدخلت في سورة الفجر، صليت مع رسول الله، فقعد يعمل لي كده بدون كلام حتى وصلت إلى قول مولانا: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. فابتسم ثم رفع يده إصبعه، قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم مات. أنت ناوي على إيه؟ أنت ناوي على إيه؟ رمضان جالك، ابدأ نقطة انطلاقة بينك وبين الله، ابدأ يا رجل. قرآن يا إخوتي ما دخل في شيء إلا وكثر إلا زاد، ما دخل في أسرة إلا وقد نزل النور فيها يا إخواتي، استقرار والرحمة والبركة. أي قل ما شئت إنه كلام ربي. هذا عكرمة وقد مات شهيدا، عكرمة وهو في الرمق الأخير قال: عليكم بمصحف، أنا عايز مصحف دلوقتي، مع أنه قتل في معركة اليرموك، فأمسك بالمصحف ووضعه على بعينه ثم أخذ يبكي ويقول: كتاب ربي كتاب ربي، حتى مات. هذا خالد بن الوليد في الرمق الأخير، خالد الذي ما يوجد في جسمه إلا ضربة بسيف أو طعنة برمح أو ضربة بسهم. سيدنا خالد جسمه عامل زي الكربال كده، مفتح كده يا إخوان من كثرة الجهاد في سبيل الله. خالد بن الوليد الذي يا إخواني ما دخل معركة إلا ونهاها في الجاهلية وفي الإسلام أيها الإخوة الكرام. خالد بن الوليد سيف الله يا إخواتي، النبي قال عنه سيف الله خالد بن الوليد، وهو في الرمق الأخير خالد بن الوليد. الكلام يخلع القلب ويتعبني أنا نفسيا وحيتعبك. خالد بن الوليد وليد لما قال الكلمات المشهورة: واهن يا خالد، لا يوجد في جسمك مقدار أنملة إلا وفيها ضربة بسيف وطعنة برمح، وها أنت يا خالد تموت، اسمح كويس، تموت كما يموت الجبناء. يا نهار أبيض يا نهار أبيض يا مررنا الطافح، هتموت زي الجبناء هذيك على فراشك، ما نامت أعين الجبناء يا خالد. ثم جاءوا إلى المصحف فمسكه وضمه على صدره وأخذ يبكي حتى أبكى من حوله، فقال تلك الكلمة واسمعها واسأل نفسك اللي شغلك عن القرآن. أمسك بالمصحف وقال: شغلنا عنك الجهاد في سبيل الله. اللي شغلك يا خالد؟ ما كانش عنده وقت ليه يا أخوانا؟ خالد دايما في الصحراء، دايما بين لبس الرمح وخلع الرمح، يلبس ويخلع درع، يلبس ملابس الحرب، بكرة في حرب، النهاردة في حرب، هو في الحرب شهور وسنين إلى أن مات. بيقول للمصحف: أنا آسف لقد شغلت عنك، وما الذي شغلني عنك؟ ها؟
أيها الإخوة، قال شغلنا عنك الجهاد. ما الذي شغلك عن القرآن؟ عايزك تروح البيت وافتح أي صفحة كده وقرأها قدام أي شيخ حتى يكون لسه مبتدئ، وشوف نفسك أنت بتعرف تقرأ ولا متعرفش. ولو كنت متعلم مش عيب يا أخوانا أننا نخطأ، لكن العيب أن تسكت على الخطأ، أن تسكت على أنك لا تجري شيئا. ابدأ وانطلق في كتاب ربي وعش عليها. أفضل الأموال التي تنفق على القرآن، أفضل الأعمار التي تفنى في القرآن. ومن لم يكن له حال مع القرآن والله ما زاق حلاوة الراحة أبدا. يا أيها الإخوة الأكارم، أختم كلامي. نادى الجد على ابنه أو على حفيده، نادى الجد على حفيده، قال بني تعالى، قال نعم، قال خذ هذا الإناء البستلة دي أو الصفيحة دي وأتي إلي بالنهر، هات لي المية من النهر لإناك ده، هات لي مية. وكانت الصفيحة أو الإناء مخرخم من تحت ومن فوق من كل مكان. صليتم على رسول الله؟ والإناء ده بتاع الفحم ملوث كله أسود فأسود. فبدأ الولد يسمع كلام جده، يأتي بالمية ويجيبها لغاية جده، على بال ما يوصل، في مية وصلت؟ مش مية وصل، مفيش، رايح جاي رايح جاي لغاية آخر النهار. قال له الجد: أي بني، ماذا استفدت؟ زي ابنك بيقول: والله ما استفدت ولا حاجة، أنت تعبتيني وخلاص يا عم، أنا سمعت كلامك وخلاص، والله ما استفدت ولا حاجة، أنا ماشي والمية بتنزل في الطريق، ما استفدت. قال: يا بني، أما رأيت تلك الصحيفة التي معك؟ شايفش معاك الإناء اللي معاك ده؟ الصحيفة اللي معاك ده يا ابني إيه شكلها؟ قال: تنظفت وتنظفت وأصبحت بيضاء بتاعت الفحم دي. قال: هكذا يا بني، القرآن إذا نزل على القلب نظفه من أوساخ الدنيا وعفنها، فنظف قلبك. قال مولانا: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ليلتكم ليلة مباركة، أسأل الله أن يجعلنا من أهل القرآن وأن يجعلنا من خاصته، فهو حسبنا ولا حول ولا قوة إلا بالله. أحبكم في الله.